كانت جنازة مش مسيرة. حزنا على وضع الصحة. احنا بنتكلم بقالنا 5 سنين قبل الثورة، بعد الثورة، مرحلة انتقالية، بعد سلطة منتخبة، مفيش تغيير خالص. ميزانية الصحة ميزانية ضعيفة، مش بس ضعيفة عشان احنا دولة فقيرة، دي كمان مهدرة. يعني الميزانية الضعيفة دي بتضيع في القوافل الطبية وفي تجليد المستشفيات بالرخام والجرانيت والسيراميك، وهي مستشفيات ما فيهاش سرنجة، ما فيهاش أمبولة مسكن، ما فيهاش جوانتيات، في بلد في أحسن التقديرات فيها ثلث الناس عندهم فيروسات كبدية، الدكتور بيخيط 5 و6 و7 وأحيانا 10 حالات بنفس الجوانتي. فالوضع ده ما ينفعش. احنا بنقدم حلول، عندنا حلول على مدى بعيد، يعني ممكن نعمل جدولة لرفع ميزانية الصحة عشان نوصل من 4.5 ل 15. وعندنا حلول فورية، يعني ممكن فورا ناخد الفلوس المهدرة دي نوجهها للاستقبالات والطوارئ، خدمات الطوارئ اللي احنا بنسميها الأماكن المتغيرة. ده ما بيحصلش ليه؟ احنا بنتكلم كده بقالنا مدة، بقالنا 40 يوم مضربين بنقول. طب بعد شهر، بعد مرور اكتر من شهر من الاضراب، 40 يوم. استجابة الحكومة طيب لمطالبكم واضرابكم عاملة ازاي؟ كتروا الاجتماعات في اللجنة النقابية الوزارية، يعني بدل ما بيقعدوا مع ممثلين معينين من النقابة مرة كل شهر بقت كل اسبوع، وبعدين بقت مرتين في الاسبوع، وده قمة الاستجابة. بقوا بيقعدوا كتير وبيتكلموا اكتر. طيب كيف ينتصر الاطباء في اضرابهم؟ ايه الخطوة الجاية؟ احنا كل اسبوع بنعلن عن خطوة. احنا في فعلا تغيير، ان بقى عندنا تأييد مجتمعي واسع، تأييد مجتمعي الحقيقة من كل اطياف المجتمع، احزاب يمينية، احزاب يسارية، احزاب دينية، احزاب ليبرالية، في تأييد واسع جدا. القضية قضية الشعب المصري كله. طب الاخوان المسلمين هل مشاركين في الاضراب؟ شباب الاخوان في منهم كتير مشاركين، شباب الاخوان مشاركين، قيادات في منهم كتير ضد الموضوع، بيتصور الموضوع وانه محاوله لاسقاط حكومه مرسي، يعني كلام ليس له موضع من الاعراب. واحنا ولا عايزين نسقط، ولا عايزين نعدل، ولا عايزين نقلب. احنا عايزين باختصار يبقى في صحه في مصر، نعرف نعيش بكرامه. دلوقتي الدكتور بيستحمل هذه الاوضاع البشعه علشان يخلص ماجستيره او زمانته يطفش من بلده. بنلاقي في المستشفيات الدكاتره لحد 30 او 30 بكتير، وبعد كده هو فوق 50، عشان يا دوبك الدكتور بيخلص الدراسات العليا بتاعته وبيطفش. يعني انا بفقد اكتر فتره فيها عطاء الدكتور وهو عنده خبره علميه مميزه. طيب المواطن المصري لو عايز يتضامن مع اضراب الاطباء يعمل ايه؟ يروح اقرب مستشفى ليه، يكلم الاطباء ويكلم المرضى التانيين اللي بيبقوا احيانا مش متفاهمين. احنا بنحاول دايما نكلم مرضانا ونشرح لهم. في مرضى بيفهموا، في مرضى ما بيفهموش، في يساعدنا في ده، ده تبقى حاجه جميله جدا. احنا بنعلن على فعاليات، بنعلن عنها في الجرايد، وبنعلن على فعاليات كل اسبوع. الفعاليات دي بتبقى بهدف اصلاح الخدمه الصحيه واصلاح احوال مقدمي الخدمه الصحيه. لو رضي انه يتضامن معانا طبعا هيبقى حاجه جميله جدا. بالتوفيق يا دكتور. شكرا جزيلا.